أهلا بكم من جديد. قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المصانع المتخصصة لصناعة المواد المعقمة والمطهرة. وخلال جولة سعادة اطلع الزياني على خطوط إنتاج المنتجات التي يتم تصنيعها، وهي السائل المطهر ومستحضرات التنظيف والكمامات واحتياجات الأسرة وغيرها من المنتجات المهمة، مؤكدا في هذا الصدد توجه المصنعين لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الفترة الحالية. وفي الختام أعرب الزياني عن تقدير الحكومة الموقرة لكافة الجهود والخطوات التي يقوم بها المستثمرون في القطاع الصناعي والتجاري، والتي من شأنها تعزيز الواقع الذي نعيشه الآن. سعدنا اليوم بزيارة عدة منشآت صناعية في مملكة البحرين قامت بتحويل وتسخير طاقاتها الإنتاجية للتصدي والمساهمة في التصدي لفيروس كورونا. نحن الآن موجودين بمصنع ويست بوينت هوم في منطقة جنوب ألبا الصناعية، وهو مصنع حول طاقة الإنتاجية للمفارش إلى إنتاج الكمامات، ووصل إلى طاقة إنتاجية الآن حوالي 150 ألف كمامة في الأسبوع، وسوف بدأت تنزل في أسواق مملكة البحرين. نشكرهم على هذا الإجراء اللي أخذوه، وعلى تحملهم قدر كبير من المسؤولية الاجتماعية. كما نشكر المصانع الأخرى اللي زرناها في إعداد المطهرات والمنظفات، ونتمنى من المؤسسات الصناعية الأخرى أن يحذوا نفس الحذو في هذا الظرف الراهن، بحيث أنهم يساهمون بما يقدرون عليه في مكافحة هذا الفيروس الذي تتعرض له البلاد والعالم بأسره. تنفيذاً للقرارات الصادرة بإلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة، وسماح باستهداف عمل المحلات التجارية والصناعية التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات وتقليل عدد الموجودين بالمنشأة، ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية. فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طرح مليون كمامة وجه طبية إضافية في الأسواق والصيدليات، ليبلغ إجمالي الكمية المطروحة مليونين من كمامات الوجه الطبية. كما أعلنت الوزارة بالتنسيق مع الأسواق والصيدليات بتحديد سعر بيع الكمام الواحد للمليون كمامة الإضافية التي ستطرح اليوم بمبلغ 180 فلساً للقطعة الواحدة. نظم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة إلكترونية بعنوان استشراف الأزمات وإدارتها لموظفي القطاع الحكومي، بهدف تعريفهم على النموذج الوطني الفعال الذي اتخذته مملكة البحرين للتعامل مع جائحة كورونا، وأبرز الآليات الفعالة للتعامل مع الأزمات ومواصلة الإنتاجية من خلال العمل عن بعد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالية. بهدف تعريف موظفي القطاع الحكومي بالنموذج الوطني الذي وضعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتعامل مع جائحة كورونا، ومنح الموظف الفرصة للاستفادة منه في الارتقاء بالمخرجات الحكومية في ظل العمل عن بعد نحو مواصلة الحياة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة، نظم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة إلكترونية بعنوان استشراف الأزمات وإدارتها، والتي تضمنت وصفاً علمياً للنموذج الوطني وآليات التعامل مع الأزمات. محاور لقاء اليوم يعني يأخذ أربعة زوايا. الزاوية الأولى هي المهارات الذهنية اللي يجب أن يتحلى بها من يقوم على إدارة الأزمات، والجانب الثاني هو جانب استشراف الأزمات، والجانب الثالث هو وضع الخطط بعد ما نقوم بعملية الاستشراف، والجانب الأخير هو جانب التواصل الإعلامي اللي كثير ما يغفل في
في إدارة الأزمات. بعد ما ندرس أفضل الممارسات المهنية في هذا الجانب، سنسقط تجربة البحرين في إدارة الأزمة القائمة الآن على ضوء المعطيات هذه. احنا اليوم نبي نسوي فوكس حق موظفي القطاع العام، شلون تداخل هذه الازمه تستغلها ايجابيا، شلون تتطور، شلون تحسن من ادائك، شلون تحسن من اداء سير العمل الحكومي، شنو هي الفرص الايجابيه اللي فيها. هذه جانب دورنا يرتكز في شنو، في ان احنا نزود موظفي القطاع العام بالمعرفه. حجم المعرفه اللي انت تمتلكها في اداره الازمه هو اللي بيساعدك في الخروج منها بهذه البساطه. فاذا انت فاقد حق المعرفه بتتم ضايع مثل اللي غرقان مو عارف يطلع، لكن اذا انت موجوده عندك المعرفه والمهاره راح تقدر تتجاوز هذه الأزمة وتستفيد منها إيجابيا، مو بس تتجاوزها، راح تطلع بدروس إيجابية. طبعا يتلو ما بعد الأزمة عادة هو الدروس المستفادة اللي خلينا نقول هي الدرع الحصين ليحميك في المرات القادمة إذا تقع في أشياء مشابهة من هذا النوع. فإحنا دورنا بيكون إحنا نحط المعرفة والنولج والمهارات المطلوبة اللي تساعدهم بتجاوز هذه الأزمة والاستفادة منها في المرات القادمة. وقد حرص معهد الإدارة العامة بيبا خلال هذه الفترة على تكثيف مبادراته الرامية إلى تعزيز التعلم والتدرب عن بعد، باعتبارهما مسؤولية وطنية يحملها كل موظف حكومي على عاتقه للحفاظ على إنتاجيته في ظل المرحلة الراهنة نحو الارتقاء بعجلة النمو الاقتصادي. استشراف الأزمات وإدارتها يتجسد اليوم في مملكة البحرين وفريق البحرين الذي عمل يدا بيد منذ بدء جائحة كورونا على تذليل الصعاب، وها هم اليوم موظفو القطاع الحكومي يستمدون العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية من الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك للارتقاء بالمخرجات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ريم سيف لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 22%، مغلقا التداولات عند مستوى 1300 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,518,000 سهما بقيمة إجمالية تجاوزت 282,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 53 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت معظمها على تقدم، وسجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر ارتفاع بنسبة 7 نقاط مئوية تقريباً. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها ثبتت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند تصنيف A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية العالية بشكل استثنائي ونسبة الدين الحكومي المنخفضة. وأوضحت أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط والصدمات الجيوسياسية. أصدرت إمارة أبوظبي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار على 3 شرائح في محاولة منها لإيجاد تمويل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط. وجذبت إصدارات الإمارة طلبات بنحو 25 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 3.5 مرات من قيمة الطرح. وبلغ العائد على السندات لأجل 5 سنوات نحو 2.67%، ما يمثل 220 نقطة أساس فوق عائد السندات الأمريكية. رفع السودان سعر رغيف الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم من 1 إلى 2 جنيه، بينما يستحدث رغيفا جديدا أصغر حجما للبيع بالسعر القديم في مسعى لتهدئة أصحاب المخابز الذين يشتكون من خسائر حادة. وبدأت طوابير طويلة تظهر أمام المخابز في الأيام القليلة الماضية، وهي ناتجة جزئيا على الأقل من مشاكل في تأمين إمدادات من الدقيق المدعوم للمخابز، كما تدفع الحكومة 75% من التكاليف التي يتحمله أصحاب المخابز لإنتاج الخبز في مقابل تثبيت سعر الرغيف.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الصين تزيح أمريكا على عرش براءات الاختراع وهواوي في المقدمة للسنة الثالثة. لم تجد الحكومة الإيرانية حلا لمواجهة انهيار اقتصادي وشيك سوى المجازفة بحياة مواطنيها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في أحدى أكثر بؤر انتشار الوباء في العالم. ويشير تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إلى توجه الحكومة الإيرانية نحو تخفيف إجراءات الحظر والوقاية التي اتخذتها سابقا في وقت لا يزال فيه الفيروس يحصد عشرات الأرواح من الإيرانيين. وتقدر الحكومة الإيرانية أن انتشار جائحة كورونا سينجم عنها 5 ملايين عاطل عن العمل، ما يمثل نحو 20% من حجم قوة العمل في البلاد. هددت إدارة مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن موظفي المطار من حظر التعرض للفصل من العمل في حال رفضهم تخفيضا طوعيا لأجورهم بسبب الأزمة المالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم. وكان مطار هيثرو الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما قد فرض تخفيضا في أجور الموظفين النقابيين بنسبة 10%، ويخطط أيضا لتسريح ما يقارب من ربع كبار المديرين فيه. أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بيرو التابعة للأمم المتحدة عن تفوق الصين على أمريكا بعدد براءات الاختراع لأول مرة في تاريخ المنظمة، الذي يمتد على مدار 40 سنة. وأوضح تقرير المنظمة أن هواوي تكنولوجيز كانت الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي. وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في عام 1778، لكن العدد الوارد من الصين ارتفع إلى 200 ضعف خلال 20 عاماً.